تم تسخير أكثر من 380 تاجر على مستوى الولاية، خاصة النشاطات المتعلقة باحتياجات المستهلك خلال هذه الفترة على غرار المخابز، مع تاجر التغذية العامة والخضر والفواكه والحليب ومشتقاته. كما تم تسخير الوحدات الإنتاجية المتواجدة على مستوى الولاية على غرار الملبنة ومنتجات المطحنة ووحدات إنتاج المياه المعدنية حتى تضمن تموين السوق المحلية بهذه المواد خلال هذه الفترة.